السلام عليكم اعزائي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ فنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مهم اليوم بحال ديما، يعني كل نهار وصفه جديده وفكره جديده. اليوم جبت لكم واحد الطبق ايطالي بالقرعه، الريزوتو بلا زوكا، تيجي بنين بزاف والمكونات ديالو بسيطه جدا وموجودة في اي دار. هذا الطبق هذا كيف ما تشوفوا تيجي زوين في المنظر وفي المذاق، لذيذ جدا، رائع رائع، جربوه وغادي تعرفوا. مهم بلا ما نطول عليكم غادي نشوفوا المكونات اللي تتكون منها هذا الطبق الرائع واللذيذ. دابا غادي ندوزو نشوفو يعني المكونات اللي تتكون منهم هذا الطبق هذا على بركة الله. في المقادير ديال الريزوتو ديالنا غادي نحتاجو البارميجانو ريجانو، غادي نحتاجو الزبدة، الملح، زيت الزيتون، بصلة مفرومة، وقرعة حمراء مقطعة على هذا الشكل هذا، ومن طبيعة الحال غادي نحتاجو للروز. هذا الريزوتو المكونات ديالو سهلين بزاف ولكن المذاق ديالو رائع جدا، هانتوما جربوه وغادي تعرفوا. دابا غادي ندوزو لطريقة التحضير ديال هذا الريزوتو الرائع. في مقلة غادي نديرو البصلة شحر لينا مزيان تتكون تقريبا طيبه نص طيبه، وديك الساعه غادي نضيفوا القرعه الحمراء. دابا يلا ضفناها مع شويه ديال الملحه، غنتسناو عليها تتشحر. من بعد ما تشحرت لينا البصله ضفنا عليها القرعه، هي غادي نخليها تتشحر حتى تقريبا تكون طايبه، غادي نضيفوا الرز ديالنا. غادي نخليو دابا كلشي يطيب مره ونحركو يعني المكونات ديالنا بحال هكا باش ما تحرقوش. من بعد ما تشحرت لينا القرعه مع البصله دابا غادي نضيفو الرز ديالنا بحال هكا، وغادي نبداو نحركو مزيان حتى تيتقلى لينا مع هاد المكونات الثقله. هذا الرز تيجي رائع، تجي هاد القرعه هادي بحال شي كريمه وتعطيه واحد اللون زوين بزاف، واحد اللون ديالو يعني برتقالي. دابا غادي نخلطو بحال هكا ما نحبسوش، والا غادي يلصق لينا الرز وغيتحرك. من بعد ما الريزوتو ديالنا تشحر لينا مع القرعه ومع البصله دابا غادي نضيفوا الماء ونقصوا البوطه ونخليوه يطيب على خاطر. من بعد ما طاب لينا الرز ديالنا مع القرعه ومع البصله يعني تيجي بحال هكا، القوام ديالو كريمي تيجي بحال هكا، نتوما كيف ما تيبان لكم هنايا تيبان كريمي. دابا صافي راه طاب، غادي نضيفو دابا الفورماجو بارميجانو ريجانو هكا، وغادي نخلطو مزيان. هذا هو اللي طيعطيه المذاق الرائع جدا، هذا الفرماج هذا هو اللي طيسرعو. غادي نضيفو ونبداو نخلطو مزيان، شفتو كيفاش تيجي؟ تيجي رائع، جربوه ما غاديش تندمو، تيجي بنين بزاف، والمكونات ديالو كيفما تتشوفو راهم بسيطين جدا. وفي الاخير غادي نضيفو واحد القطعه ديال الزبده كيفما تشوفوا، متوسطه الحجم ما كبيرهش بزاف،
وغادي نبداو نخلطو مزيان باش يندمجوا لينا جميع العناصر هكا. تيجي رائع، راه تيبان من خلال سميتو المنظر ديالو، تيبان بانه غادي يجي بنين بزاف، يجي كريمي كيف ما تشوفوا. صافي دابا ندوقوا الملح، نشوفوا واش هي هذه، ونطفيو عليها البوطه خاصو يجي بحال هكا، ما يجيش قاصح ولا جاري. ندوق، بسم الله، بنين بزاف بصراحة، رائع. واه بنين، غير غادي نطفي عليه وغادي تشوفوا الطبق النهائي، نوجدوه فشي طبيصيل وراكم عارفين. هانتوما اعزائي المشاهدين، من بعد ما طيب الريزوتو ديالنا بالقرعه تيجي على هاد الشكل هذا كيف ما تشوفوا، منظر رائع جدا ومذاق اروع، تيجي على هاد الشكل كما تشوفوا. مهم بلا ما نطول عليكم، هذا هو الطبق ديال اليوم. تنتمنى ان الاعجاب ديالكم، وعلاش لا جربوه. الان وصلنا لنهايه حلقه اليوم، ما بقى ليا الا نودعكم ونقول لكم ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه ديالتي. من طبيعه الحال الى عجبكم الاطباق اللي تنقدم لكم والى عجبكم المحتوى ديالي. الان غادي نقول لكم بسلام عليكم، وفي الحلقه المقبله ان شاء الله.